حنايا شنقول لك، حنايا هاد الناس عندهم افراغ، وتبتوا بان عندهم الزور في الاحكام ديالهم. وطلعت عند الاستاذ النبوي، والاستاذ النبوي فعلا ايدها وقال لها رجعي باش ديري تحقيق، وصلت الفرقه الوطنيه باش يديروا لونكيت ديالهم في الحكم ديالي، لان هذه سكن، هذا سكن مخزاني ولا جو سيبا شنو هو، هذا سكن يعني ارض مخزانيه ما كتباع ما كتشرى، هذا الشيء اللي بالنسبه لينا حنايا. دونك كيفاش هذا السكن مخزاني، هذه الارض مخزانيه وتبيع بحال هكا، والسيد مزور الوراق كاملين ومثبوت الوراق كاملين، ورغم ذلك جات هاد القوة وكاينه عمليه انتحاريه وكاين السيد الفوق باراليزي، ورغم ذلك كنقول لهم الله يخليك ديروا عقاب التنفيذ. مخزاني ما بغاوش، قال لك هادشي